Thank you.
الجبل وقت المعالي يا ذا الخير من نشا احول فلاح كامل يا مكمل كمجل الضعيف اراك عفتتي وسلاحي شفت الافلاك في البطاحي والعقل منك غير صاحي الباس بالبلور افراحي والعقل منك غير صاحي الباس والبلور افراحي
طيور الفاوين الأحرار ولي أوين الأحرار
Oh,
Yeah.
عليكم مني والله أنا مالي فيا واش عليكم مني والله دخلك يا نفسي لا والخالق رازقني والله دخلك يا نفسي لا والخالق رازقني Amen.
بالصحة. شكرا. هكذا بلغنا وإياكم متابعينا الأوفياء ضيوف تونس الأعزاء مسك الختام لهذه الحفل الافتتاحي لبدء فعاليات تونس عاصمة للثقافة الإسلامية. نشكر مرة أخرى أصحاب المعالي والسعادة ضيوف تونس الأجلاء معالي وزير الشؤون الثقافية. لا يفوتنا أن نشكر كامل الفرقة ونحيي الفنانين فردا كان في إدارة العمل. لابد أن أذكر أن العرض تصور للفنان سليم الصنهاجي، غنت لكم الفنانة محرزية الطويل، تحية المحرزية، محمد العايدي أيضا حيوه، كتب موسيقى العرض ووزعها الفنان سامي بن سعيد، تحية إليه أيضا سي سامي، نفذ العرض أوركستر وأصوات أوبرا تونس بقيادة هشام العماري. هشام، نذكر فقط هذه بداية الفعاليات، تتواصل في كامل تراب الجمهورية لا في العاصمة فقط ولمدة سنة كاملة. شكرا على المتابعة، على اهتمامكم بالثقافة، على قدومكم لتونس. دمتم ضيوفا أجلاء وأصدقاء أوفياء بيننا دوما. شكرا.